كانت الحروف الفسفورية الحمراء تضيء في الظلام وتعلن عن دجاج مشوي بمطعم جو بمدينة بيتل بعد ميلين. دفع الجوع بول هاملينغ إلى أن يدوس بقدمه على جهاز السرعة، فارتفع مؤشر العداد على الفور من 65 ميلا إلى 68 ميلا، وفرقع المحرك واندفعت السيارة الفورد القديمة بسرعة أكثر، وبرزت العلامات الثانية المضيئة من جوف الظلام بعد دقيقة واحدة حدود مدينة بيتل، وكانت علامة كبيرة ارتفاعها نحو 25 قدما، وتحتها بعض الإرشادات التي تقول إن قوانين السرعة تطبق بشدة في المدينة. أسرع بول فرفع قدمه عن جهاز السرعة، وكانت أضواء المدينة لم تظهر بعد. كان في مقدوره أن يخفض في سرعة السيارة إلى 25 ميلا دون الاستعانة بفرامله، ولكنه لم يلبث أن رأى عربة من طراز ستيشن فاجن واقفة على بعد، وعين الرادار الساكتة تنظر إليه، فوقف شعر رأسه وبلغ السيارة المذكورة قبل أن يتغلب على دهشته ويضع قدمه على الفرامل. وظهر نور كشاف فجأة راح يدور حوله، وكان بول قد فرمل بعد أن تجاوز السيارة وانطلقت من خلفه سرينة، ورأى نور الدراجة البخارية من مرآته الخلفية وهو يقف بعربته أخيرا، وجاءت الدراجة والسرينة لا تزال تدوي وتوقفت بجواره، وكان راكبها يرتدي زي الشرطة وفوق رأسه خوذة بيضاء مرسوم عليها صليب أزرق في دائرة حمراء. كان زيا مضحكا لرجل في مثل هذه القامة القصيرة الهزيلة. لم يكن طوله يزيد عن متر ونصف ولا يزن أكثر من 50 كيلوغراما، ولكن لم يكن هناك ما يثير الضحك بذقنه المشقوقة البارزة وفمه الصغير ذي الشفتين الرفيعتين وعينيه الضيقتين ومسدسه الذي يتدلى بجانبه الأيمن. تقدم من العربة وصوب نور مصباحه الكهربائي إلى السيارة ثم إلى عين بول مباشرة، ثم خفضه وهو يقول: أرني رخصة قيادتك. أجاب بول: سمعني يا سيدي. وأخرج محفظته وتناول الرخصة منها وأعطاها إياه، وقال الشرطي: بول هاملينغ؟ وعاد نور مصباحي إلى عيني بول مرة أخرى وهو يقول: 26 سنة وتقيم في شيكاغو. نعم يا سيدي. هل غادرتها صباح اليوم؟ كلا بالطبع، إن المسافة بيننا وبينها 1100 ميل. بالسرعة التي تسير بها كان في مقدورك أن تفعل، فإن الرادار سجل 120 ميلا. هذا مستحيل. هل تعني أنني كاذب؟ قال بول في حذر: إن عداد السرعة لم يزد عن 68 كيلومترا. قال الشرطي: إن بها عيبا إذن، ثم أن أحد المصباحين الأماميين لا يضيء. لم أكن أعرف ذلك. قال الشرطي وفي صوت أرق: إنني أصدقك في هذا. وأخرج تذكرة من جيب قميصه وقال: مخالفة من أجل السرعة، 87 دولار، لك الخيار في أن تدفعها الآن أو أن تبقى في السجن حتى تنعقد المحكمة غدا، وتكاليف المحاكمة 12 دولارا، يمكنك أن توفرها إذا دفعت الآن. قال بول في مرارة: ولكن من المستحيل ألا يكون معي هذا القدر من المال. من الأوفق أن تدفع أيها الأخ، لأنك إذا لم تدفع فسوف تشتغل في تمهيد الأرض بثلاثة دولارات في اليوم، تستقطع منها دولارا لتغطية مصاريف تجريح السيارة. قال بول: 87. وأخرج 4 ورقات من فئة 20 دولار، وواحدة بخمسة دولارات، واثنتين من فئة الدولار، وأعطاها للشرطي ويده ترتجف: أريد إيصالا. أخذ الشرطي النقود ودسها في جيب بنطلونه ثم قال: ليس معي إيصالات، والآن انطلق إلى المدينة في بطء وتوقف عند محطة الخدمة. لماذا؟ لكي تركب مصباحا أماميا جديدا وتصلح عداد السرعة. لن تذهب إلى أي مكان ما لم تفعل هذا.
كان هناك شبه عائلي بين الشرطي وموظف محطة الخدمة الذي قال: ثمن المصباح الأمامي 4 دولارات، وإصلاح العداد يتكلف 5 دولارات. يمكنك أن تمضي إلى مطعم جيمي جو في آخر هذا الشارع لكي تتناول شيئا من الطعام. لابد لي من ساعة لكي أفرغ من هذا العمل. على كل حال، بل أفضل أن أبقى وأراك وأنت تصلح العداد. كما تشاء. وجلس الرجل أمام المقعد الأمامي وراح يتلوى حتى أصبح تحت لوحة أجهزة القياس، بحيث أصبحت إحدى قدميه فوق المقعد الخلفي. وبعد 5 دقائق كان قد رفع عداد السرعة وقال وهو يشير إليه: هذا عمل يحتاج إلى الكثير من المهارة. نعم، أعرف ذلك. وتبع الرجل وجلس فوق مقعد وراح يراقبه حتى فك العداد، وعندئذ قال: أظن أنني سأذهب لتناول بعض الطعام. كان مطعم جيمي جو مزدحما، وبدأ أن كل الشبان المراهقين في مدينة بيتل قد اجتمعوا فيه وشغلوا كل موائده. وجلس بول أمام الطاولة الشاغرة، وكان جيمي جو جالسا في مقعده خلف آلة تسجيل النقود. وأسرعت امرأة ذابلة في 50 من عمرها لخدمة بول، وقال هذا الأخير وهو يلحظ الشبه العجيب بين الشرطي وجيمي جو وموظفي المحطة الخدمة: دجاجة مشوية. أجابته الجرسونة: آسفة، لقد فرغ الدجاج كله. وفتحت قائمة الطعام وبسطتها أمامه، وكانت مطبوعة وقد اتسخت لفرط استعمالها واصفر لونها. قال بول: روز بيف وقهوة إذن. أحضرت الساقية القهوة، وارتفعت في هذه اللحظة من الفونوغراف الآلي أغنية مصحوبة بعزف على الجيتار، وارتشف بول جرعة من القهوة في حضر، ولكنها كانت ساخنة وجيدة. أحضرت الساقية اللحم، كانت عبارة عن شرائح رفيعة معه بعض البطاطس، تزينه كمية كبيرة من الصلصة التي راحت تلمع تحت أشعة الأنوار. ذاق بول الطعام في حضر، كانت الصلصة والبطاطس فاترين، أما اللحم فكان باردا. وألقى نظرة نحو الرجل الجالس أمام آلة التسجيل، كان جيمي جو يراقبه، وكشر بول ودفع الطبق بعيدا عنه وأشعل سيجارة، وفرغ من احتساء قهوته متلذذا. وفيما هو يمشي نحو آلة التسجيل ألقى نظرة إلى الفاتورة، كان الروز بيف $1.80، أما القهوة فكانت ب10 سنتات. وضع بول الفاتورة أمام آلة التسجيل في عناية، وأخرج من جيبه 10 سنتات وقال في هدوء: كانت القهوة لذيذة جدا، أما الروز بيف فكان باردا كالثلج، وكذلك البطاطس والصلصة ولم أستطع أكلها. ووضع 10 سنتات أمام الآلة وقال: ولهذا فأنا أدفع ثمن القهوة. قال جيمي جو وهو يغادر مكانه: سوف أرى ذلك، انتظر هنا. ومضى إلى المطبخ وغاب فيه 5 ثوان، ثم عاد يقول: إن زوجتي هي التي تطهو الطعام، وهي تقول إن اللحم كان ساخنا، ولكنني أقول أنه كان باردا. هل تعني أن زوجتي كاذبة؟ أجاب بول: نعم، إذا كانت تقول إن اللحم كان ساخنا. ارتفع صوت مألوف في هذه اللحظة يقول: ما الخبر؟ التفت بول فرأى الشرطي واقفا خلفه فقال: إنك أتيت بسرعة عجيبة. قال جيمي جو: إن هذا الغريب يرفض أن يسدد فاتوراتي يا دوني جورج، ثم أنه يقول إن زوجتي كاذبة. قال الشرطي وهو يضع يده على المسدس: هل تبحث عن المتاعب يا مستر هاملينج؟ إنني أنصحك أن تسدد فاتورتك وأن تعتذر لأنك رميت العمة مارتا بالكذب. تردد بول قليلا، ثم أخرج من جيبه 2 ورقتين من فئة الدولار، فأخذهما جيمي جو ورد إليه 10 سنتاته وهو يقول: هذا هو الباقي يا سيد. قال بول: اعطيه للجرسونة. ثم أخرج دولارا آخر ووضعه أمام آلة التسجيل قائلا: واعطي هذا لزوجتك مع اعتذاري. حسن، هذا جميل منك يا سيد، يسرني أن تقول هذا.
فتح دوني جورج الباب وقال: سأصطحبك إلى محطة الخدمة لكي أقيق من المشاكل. وأردف يقول وهو يبتسم: فإنه لا يكون من العار أن تعمل في تمهيد الطريق الآن، إن مخالفة المرور ليست بالأمر الشديد السوء، فإنه يمكنك أن تعالجه، ولكن التهجم والاعتداء على الغير معناه الحكم بالسجن من 6 شهور إلى سنة. لو أن جيمي ترك مكانه خلف الآلة ولطمك على وجهك، ولو أنت رددت إليه اللطمة. وهز دوني جورج رأسه التي تغطيها الخوذة في حزن وأسى، وبلغ محطة الخدمة ونظر بول إلى عربته. كان مكان العداد لا يزال شاغرا، فقال بول: ألم تفرغ من العداد بعد؟ أجاب الرجل: كلا، سأبعث بعضهم غدا إلى سبرينغفيلد لإحضار بعض قطع الغيار، لا أستطيع إصلاحه إلا بعد إحضارها. قال بول: حسنا، ألا تستطيع؟ ونظر إلى دوني جورج ثم عقب قائلا: كلا، لا أظنك تسمح لي بذلك. هو ذاك، عليك أن تبحث لك عن مكان لقضاء الليل وليس بالمدينة فنادق. هكذا؟ يوجد بيت في منتصف هذا الشارع بعد 3 بيوت، يمكنك أن تستأجر فيه غرفة لقضاء الليل بمبلغ معقول. فقال بول: هل صاحبته قريبة لك؟ بطريقة ما، إن نورا هي أرملة عمي فرانك، وهي تقبل استضافة النزلاء لكي تستعين على العيش، وابنتها نيلي هي ابنة عمي. هذه توصية كافية، هل تقدم الطعام كذلك أم لا بد من تناوله عند جيمي جو؟ يمكنك أن تتفاهم معها في هذا. كان بيتا من طابقين في شارع خلفي، وأمامه بعض الأشجار الضخمة علقت على واحدة منهما لافتة بها بعض الكلمات: غرف للإيجار باليوم أو بالإسبوع. وتقدم بول هاملينج وفي يده حقيبة صغيرة بها ملابسه، وطرق الباب، وفتحت له فتاة لها ذقن بارزة وعينان ضيقتان وسمراوان وشفتان وأنف دقيق، كان يكسب وجهها ليونة ورقة، تمشط شعرها على هيئة ذيل الحصان، وترتدي فستانا مخططا، وتشبه في ملامحها وقصمات وجهها دوني جورج. كانت في 15 أو 16 من عمرها، نظرت إلى بول من قمة رأسه إلى أخمص قدميه في صراحة ووقاحة كما يفعل الشبان وهم يتفرسون في البنات، وقال بول: لا ريب أنك نيلي. قال ابن عمك دوني جورج: أنني أستطيع أن أجد هنا غرفة أقضي فيها الليل، اسمي بول هاملينج. وأقبلت من المطبخ امرأة تمسح يديها في مئزرتها وقالت: قولي للسيد أن يتفضل يا ابنتي. قال بول في حماس: لا ريب أنك يا عمة دوني جورج، إنه قال لي أنك تستطيعين أن تقدمي لي بعض الطعام، فقد فرغ الطعام الساخن من مطعم جيمي جو قبل وصولي إليه. قالت المرأة: أستطيع ذلك. كانت أطول من ابنتها قليلا ولها نفس هيئتها، وإن كانت بارزة البطن والصدر، وكان شعرها أسود ممشطا على هيئة كعكة فوق قمة رأسها، وملامح وجهها تشبه ملامح دوني جورج، ولكنها كانت أكثر شبها بالساقية التي في مطعم جيمي جو. ومضت إلى طاولة صغيرة فوقها سجل فتحته وهي تقول: يجب أن تسجل اسمك أولا، الأجرة 3 دولار للغرفة ودولار للعشاء. تمتم بول وهو يكتب اسمه وعنوانه. هذا معقول؟ قالت المرأة: أنت من شيكاغو؟ هل سيارتك بالخارج؟ أوه كلا، يجب أن أنتظر حتى الغد لإحضار بعض قطع الغيار. ضحكت نيلي في صوت مرتفع، فنهرتها أمها قائلة: كفي يا نيلي، اذهبي بمستر هاملينج إلى غرفته. حسنا، تفضل يا مستر هاملينج. وقالت العمة نورا: سيكون العشاء جاهزا بمجرد أن تغتسل، وسأخذ الأجرة الآن. أوه طبعا. وأعطاها بول 4 دولارات وهو يقول: هل هذا مضبوط؟ نعم، إلا إذا أردت أن تستفيد من تسعيرة الأسبوع. أخذ بول حقيبته وصعد إلى السلم إلى حيث تنتظره نيلي، وصاحت المرأة خلفه تقول:
$25 في الأسبوع بما في ذلك الطعام. تحول بول إليها وقال: كلا شكرا لك، لن أبقى هنا وقتا طويلا. وفتحت نيلي بابا وقالت: هذه غرفتك، أما غرفة الحمام فهي في آخر الطرقة. وأشارت إليها وهمت بالانصراف، ولكن بول قال: انتظري لحظة. تحولت الفتاة إليه، كان يبسط إليها دولارا، فقالت في ارتياب وهي ترتد إلى الخلف: لماذا؟ بقشيش، قالت نيلي وهي تضحك في عصبية. لماذا؟ إنني لم أفعل أكثر من أن أرشدتك إلى غرفتك، بل فعلت أكثر من ذلك. إنك الوحيدة التي التقيت بها في مدينة بيتل والتي لم تكلفني شيئا، هذه حقيقة، ويجب أن تأخذي نصيبك من نقودي أنت أيضا. قالت نيلي وهي تأخذ الدولار في حذر: لك ما دمت تقول ذلك. ونظرت إليه وقد التفت شفتاها، ثم همست تقول فجأة متهورة: يجب أن تغادر المدينة في الحال، لا تضع دقيقة واحدة، غادرها فورا. ثم تحولت عنه وأسرعت تهبط السلم. راح بول ينظر إليها حتى غابت عن بصره، وعندما راح إلى غرفته كان عابسا. أتراها تقصد أنه يجب أن يتخلى عن سيارته وأن يهرب راجلا؟ أحس بذلك تقريبا، ولكن كان هذا أمرا سخيفا لم يلبث أن أقصاه عن ذهنه، إنها ليست غير طفلة على كل حال. وفكر في الأمر لحظة وهو ذاهب إلى الحمام حيث اغتسل وحلق ذقنه. كل ما يمكن أن يقع في هذه المدينة الفخ قد حدث له الآن، وقال وهو ينظر إلى صورته في المرآة: ماذا يمكن أن يقع لي غير ذلك؟ لا شيء. غدا صباحا سيمضي إلى محطة الخدمة ويسترد سيارته وينطلق بسرعة 20 كيلومترا إلى أن يخرج من حدود المدينة، ثم ينسى مدينة بيتل بعد ذلك ويتخلص من مخاوفه. وهبط لكي يتناول عشاءه وقد اطمأن قلبه. رأى رجلا يجلس إلى المائدة في غرفة الطعام، لم يكن غريبا تماما بسبب ذقنه البارزة وشفتيه الرفيعتين وعينيه الضيقتين، لكنه بدأ أشبه بالصورة الكاريكاتورية بحاجبيه الكثيفين وشعره الغزير وياقته الواسعة وربطة عنقه ذات اللون الأصفر الفاقع وقميصه الأبيض. وكان يرتدي جاكيت أسود اللون له طيتان من المخمل الأسود، ويلبس في يده اليسرى فردة قفاز رمادية اللون، أما الفردة الأخرى فقد وضعها أمامه فوق المائدة. ويعلو حذاءه طماق رمادي اللون أيضا، ويلبس بنطلونا أسود مزينا بجانبيه بشريطين من الساتان الأسود. وتكمل هذه الصورة العجيبة من الأناقة الفذة عصا سوداء أشبه بتلك العصا التي تستخدم في لعبة البلياردو، فيما عدا أن لها قبضة من الذهب. كل هذه الأناقة الغريبة لم تثر بول، وإنما أثره الوقار الشديد الذي يتسم به الرجل، فلم يشعر إلا وهو يدج بالضحك، فنظر الرجل إليه شذرا وصاح: ما الذي يضحكك؟ أجاب بول: آسف، ولكن لم تكن لي حيلة في ذلك. تفادى بول ضربة العصا ورد إلى نفسه أمام غضب الرجل الشديد، وقال وهو يمسك بمقبض العصا: مهلا، لم أقصد شيئا بالذات. ضربه الرجل بطرف حذائه في قصبة رجله، وكانت ضربة شديدة آلمته بحيث اختطف العصا منه ورفعها مهددا. ووقع الرجل في عنف بدا لبول فيما بعد أنه غير طبيعي، وارتطم بمقعدين واصطدم بالجدار في صوت هز البيت كله، ونظر بول إليه مشدوها. ولكن بول أطبق عينيه في هدوء ولم يأتي بحركة. وفي هذه اللحظة بالذات أقبلت العمة نورا من المطبخ، وكان بول قد تقدم من غير وعي إلى الرجل وهو لا يزال ممسكا بالعصا. وصرخت العمة نورا ووقعت الأطباق من يديها، وكانت صيحة تنطلق بكل معاني الانفعال، ما كاد يضيع صداها حتى انفتح الباب العمومي ودخل دوني جورج كالعاصفة، وتقدم في الغرفة وهو شاهرا مسدسه. وصاحت العمة نورا: إنه قتل تيدور، قتله بعصاه بالذات، رأيته يضربه بها. صدرت من شفتي تيدور زمجرة ذات مغزى، وقال دوني جورج: إنه ما زال على قيد الحياة، اطلب الطبيبة وبيغ لروي. ونظر إلى بول وقال في رفق: هكذا شروع في جريمة قتل؟ هل تعرف على من اعتديت؟
على عمدة مدينة بيتل بالذات. أقبل الطبيب أولا بحقيبته الكبيرة السوداء ونظر في فضول وجيز إلى بول قبل أن يمضي إلى عمدة بيتل ليفحصه، ثم أقبل بيغ ليروي رئيس البوليس. ومن نظرة واحدة إلى بيغ ليروي فقد بول كل ما لديه من أمل، ولم يكن السبب في ذلك حجمه الضخم أو ما ارتسم في عينيه ووجهه، وإنما كان السبب يرجع إلى ملامحه وقسماته. كانت نفس ملامح وقسمات دوني جورج وجيمي جو ونيلي والعمدة تيودور. نظر الطبيب إلى بيغ وقال: إن العمدة سوف يعيش، ولكنه كان على قاب قوسين من الموت. تكلم دوني جورج بدوره وقال: هذا شاب عنيف أيها العم ليروي، جاء إلى المدينة بسرعة 112 كيلومترا وحاول أن يهرب من مطعم جيمي جو من غير أن يسدد حسابه، وها هو أخيرا يحاول أن يقتل العمدة بعصاه بالذات. قال بيغ ليروي: اذهب به إلى السجن يا ابن العم، وإذا حاول الهرب اطلق النار على ساقي، فإننا نريده حيا، هل تسمع؟ رأى بول أن يقوم بتجربته فقال: أظن أنه لا جدوى من أن أقول لكم أنني لم أكن منطلقا بسرعة 112 كيلومترا، وأن طعام جيمي جو لم يكن سائغا ولهذا لم أتناوله، وأن كل ما فعلته الآن هو أنني دفعت عن نفسي عندما حاول العمدة أن يضربني بعصاه، لأنني لم يسعني إلا أن ضحكت عندما رأيت زيه الغريب. قال بيغ ليروي في رفق: هل تعني أن تقول أن دوني جورج كذاب؟ قال دوني جورج: إنه رمى العمة مارتا بالكذب هي الأخرى. قال بيغ ليروي: يمكنك أن تدافع عن نفسك غدا يا بني أمام محام، أقم له محاميا يا دوني جورج. كان السجن يقع في بناية جميلة من الطوب في بقعة من الشارع، أمامها أرض خضراء، وعلى بابه لافتة بها هذه الكلمات: محافظة مدينة بيتل. وكان السجن نفسه يقع في قبو الدار، وكان سجان يشبه دوني جورج فيما عدا أنه كان أطول منه قامة وأرفع عودا وفي الأربعين من عمره، وقد أفرغ جيوب بول في عناية كبيرة وسجل كل شيء، ثم وضعه في مظروف وقال بعد أن أحصى النقود: 340 دولارا. قال دوني جورج: إنه يستطيع أن يوكل عنه أحسن محام في المدينة. وكانت أرضية الزنزانة رطبة، ودفع السجان بول داخلها بعد أن حرر يديه من الأصفاد، ولم تلبث اللافتة التي بالخارج أن انطفأت بحيث بقى في ظلام تام، وألقى بنفسه مهدودا متعبا فوق الفراش الملصق بالحائط. ولم يلبث أن استيقظ في الصباح، وأقبل السجان ودفع من تحت عقب الباب صينية مربعة، واضطر بول هاملينج أن يزدرد البيض والبطاطس المحمرة غير عابئ بطعمها الكريه. وعاد السجان لكي يسترد الصينية، وناول بول ورقة وقلما وهو يقول: وقع على هذه. قرأ بول الكلمات المسطورة في الورقة، كانت عبارة عن تفويض للسجان لكي يدفع 250 دولارا لمن يدعى جوني جيك نظير خدماته. وقال السجان: وجوني جيك هو المحامي الذي سيتولى الدفاع عنك. وأردف يقول كمن يفضي بسر: وهو وحده الذي يستطيع أن يخرجك من هنا. وذيل بول الورقة بإمضائه. كان جوني جيك كثير الشبه بدوني جورج فيما عدا أنه كان أطول منه بنحو 3 بوصات، وأنه كان يلبس ثيابا مدنية، وتدل ملامحه وقسماته على أنه رجل متحمس. وقال: سأحاول إخراجك من هنا، إن الشروع في قتل العمدة تيدور مسألة خطيرة، وستكون الكفالة كبيرة، كم تستطيع أن تدفع؟ وكم يمكن أن تبلغ قيمة الكفالة؟ لا أدري حقا، إن العم أعني أن القاضي لوستراند يمكن أن يجعلها ما بين 5000 دولار و15000 دولار، وهو إذا ما حدد المبلغ فلن تستطيع أي قوة في العالم أن تجعله يغير رأيه، ولهذا أحب أن أعرفك كم يمكنك أن تدفع. قال بول: 5000 دولار أو 15000، لا يمكنني تدبير هذا المبلغ. هذا أمر سيء،
وخرج من الزنزانة وهو يقول: حسنا، سأحاول أن أكتسب أجري على كل حال. ألا يهم أنني بريء؟ هز جوني جيك رأسه وقال: إنهم أمسكوا بك متلبسا، الأوفق أن تجد بأية طريقة، وإلا فلن تخرج من السجن أبدا، سأراك في قاعة المحكمة. جلس بول على الفراش وراح يتفرس في أرضية الزنزانة الرطبة، وبعد ساعات أقبل السجان ومعه دوني جورج، وظل الشرطي القصير مصوبا مسدسه إلى بول ريثما كان السجان يفك يديه بالأصفاد. وصيق بول إلى الدور العلوي حيث قاعة المحكمة. كانت هناك وجوها جديدة بعيون ضيقة ومطبقة وأفواه صغيرة وذقون بارزة. كان أحدهم يجلس في مقعد القاضي، وأدلى بيغليروي والطبيب ودوني جورج بأقوالهم على الفور. وهمس جوني جيك محامي بول يقول له: هذه هي الجلسة التمهيدية، إن العم آني القاضي سيحدد يوما لنظر القضية، ولكن الموقف سيتغير تماما إذا ما تقدمت لأطلب إخلاء سبيلك بكفالة. قال القاضي: حددنا يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر القادم لنظر هذه القضية. صح جوني جيك وهو يثب على قدميه: ولكن يا سيدي القاضي، ثلاثة شهور في الزنزانة، إنني أطالب بإطلاق سراح موكلي بكفالة إلى أن تنظر في القضية. حسنا، إن الكفالة المطلوبة هي 6422 دولارا، إذا لم يتقدم يوم المحاكمة فسيصادر المبلغ ويصدر أمر بالقبض عليه. وهو بمطرقته على المنصة ووقف وصار إلى الباب الذي خلفه، وقال جوني جيك وهو يتيه فخرا: كنت واثقا أنني أستطيع إخراجك من السجن، الواقع أنني كنت متأكدا من ذلك، بحيث طلبت من العم داني جاك أن يحضر المحاكمة. وتقدم رجل غريب له عينان ضيقتان وذقن بارذة وشفتان رفيعتان، وأمسك بيد بول وراح يهزها بشدة وهو يقول: أنا مدير البنك المحلي، ولا نريدك أن تبقى في هذه الزنزانة ليلة أخرى، فهذا عار كبير لنا، وقد حاولنا أن نطورها، ولكن لا مورد للمحكمة فيما عدا المبالغ التي تحصلها من مخالفات المرور والكفالات. إنني أفهم الآن. وعاد الصراف يقول وهو يخرج من جيب معطفه بعض الأوراق: وبالصدفة معي الأوراق الضرورية لإخراجك بكفالة قبل أن ينتهي اليوم، وكل ما عليك هو أن تفتح لك حسابا في البنك المحلي، وأن تحرر لنا شيكا بقيمة الكفالة، وأن ترسل برقية إلى البنك الذي تتعامل معه في شيكاغو مصدرا إليه تعليمات بأن يحول حسابك هناك إلى حسابك هنا عن طريق البرق، وهذا عمل قانوني لا غبار عليه. ووضع الأوراق أمام بول وهو يتكلم، ولكن دوني جورج صاح يقول وهو يلقي بخوذته فوق المنضدة: هذا لا يروق لي، إنه كاد يقتل العمدة تيودور، وإذا خرج بكفالة فإنه لن يعود للمحاكمة. قال جوني جيك: بل سيعود طبعا، فإنه إن لم يعد ضاعت عليه الكفالة. ستضيع عليه طبعا، إنه لن يحضر المحاكمة لكي يقضي في السجن 10 سنوات. قال جوني جيك: 10 سنوات؟ إنني أراهنك $100 أن في استطاعتي أن أجعل الحكم لا يتجاوز 4 سنوات. وإنني أقبل هذا الرهان يا ابن العم، إن سيارته على أهبة الانطلاق بمجرد أن يسدد $19 لجيري نيل نظير إصلاحها، وسيسارع بالفرار. وقال جوني جيك: وما العمل إذا لم يفعل؟ ما العمل إذا بقي حتى المحاكمة؟ علي أن أراقب خطواته إذن، إنني سأكون أتبع له من ظله، ولكنني أراهن أنه سيهرب. حسنا، لا يمكنك أن تمنعه إذا حاول. أعرف ذلك، وهذا ما يثير حنقي. أخذ بول القلم من الصراف وملأ البيانات المطلوبة، وتردد لحظة بعد أن حرر الشيك، ثم وقع عليه بإمضائه، وقال وهو يشير إلى البرقية: وماذا أكتب هنا؟
هذه برقية تطلب فيها من البنك الذي تتعامل معه أن يحول إلى حسابك هنا 6422 دولارا، وبمجرد أن تأتي النقود سيكون الشيك الذي حررته الآن قابلا للصرف، فأعطي قيمته لمحافظة بيتل وتصبح أنت حرا في الانصراف. قال بول في بطء، ولكن هناك نقطة واحدة تثير حيرتي. وما هي؟ من الذي سيدفع قيمة البرقية؟ لا ريب أنها تتكلف أكثر من 20 دولارا. هذا سؤال وجيه، لا يمكن للبنك أن يتحمل هذه المصاريف طبعا. قال دوني جورج، إن معه 90 دولارا نقدا، سيسدد منها 19 دولارا لجيري نيل، وبهذا يتبقى له 71 دولارا. عظيم عظيم، فأذكر لك قيمة البرقية، يمكنك أن تدفعها من النقدية التي معك. ألقى بول بالقلم من يده وتشبث بحافة المنضدة وقد زم شفتيه، وقال داني جاك، يمكنك أن توفر قيمة البرقية طبعا، ولكن يجب في هذه الحالة أن تحرر شيكا على بنك شيكاغو، وسننتظر حتى يأتي المبلغ 5 أو 6 أيام تقريبا. أخذ بول القلم في مرارة وبدأ يكتب، بنك فيرست ناشونال بشيكاغو، أرجو أن تقفل حسابي بالبنك وأن ترسل رصيدي كله وقدره 6422 دولارا بالبرق لحسابي في بنك مدينة بيتل. دفع الجوع ديفيد ميلر إلى أن يضغط بقدمه على جهاز السرعة الذي قفز على الفور من 58 إلى 61، وما هي إلا دقيقة وتطبق فك مدينة بيتل على ذلك الشاب اليافع. وفي نفس الوقت كان بول هاملينج يمسك بعجلة القيادة في حذر في طريق عودته إلى شيكاغو، لا يهمه شيئا في الدنيا إلا أن يبلغ المدينة قبل أن تفرغ الدولارات القليلة التي تبقت معه. وفجأة برزت أمامه علامات الطريق وصرخت العجلات عندما وضع بول قدمه على الفرملة، وانخفضت السرعة من 65 إلى ما فوق 20 بقليل، وتفصد جبينه بالعرق. كم علامة كهذه بينه وبين شيكاغو؟ مئات الآلاف. وتشبثت يداه اللتان تتصببان عرقا بعجلة القيادة، ومر في طريقه على مشارف مدينة تقترب. تمت بحمد الله.